بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالنا لهذا اليوم: هل يجوز الصلاة في اللباس الأسود أو أن ذلك لا يجوز؟ فالمؤمنون في العشرة يرتدون الملابس السوداء، فهل تصح صلاتهم بهذا اللباس أم لا؟ الجواب: الأصل كما قال الكثير من الفقهاء هو كراهة الصلاة في اللباس الأسود، واستثنوا الخف والعمامة والكساء، ولكن مع ذلك صرح مجموعة من الفقهاء أن في مصيبة إمامنا الحسين تكون الكراهة مرتفعة، ويكون حينئذ مشمولا بالتأسي ومواساة أهل البيت عليهم السلام في مصابهم وحزنهم، وبالتالي فلا تكون الصلاة مكروهة ولا تكون محرمة في تلك الأوقات.